من القاهرة مراسلنا سمير عمر. سمير، أهلا بك. لقاء هامش مع وزير الخارجية المصري بالمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، ما أبعاد هذا التنسيق المصري الأخير بخصوص ملف سد النهضة؟ المبعوث الأممي، يعني شكري انتهز هذه الفرصة ليعيد التأكيد على وجهة نظر مصر بشأن سد النهضة، والتي تلخص في أن القاهرة لا تريد منع إثيوبيا من بناء سد النهضة، أن القاهرة لا تمانع عمليات التنمية في إثيوبيا، ولكنها ترفض أن يشكل سد النهضة أي تهديد لأمنها المائي، لا هي ولا السودان. ومن هذا المنطلق فالقاهرة تريد اتفاقا قانونيا ملزما وشاملا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة، وأيضا تريد التأكد من أن الدراسات الخاصة بأمن السد هي توفر الأمان للجميع، لأن أي خلل في هذا البناء الكبير سيؤثر بشكل سلبي وخطير على السودان ومن بعدها مصر. ومن ثم أكدت القاهرة من خلال سامح شكري في هذا اللقاء على هذه الثوابت الرئيسية، لكن في لجانب هذه الرسالة مروج، سامح شكري أكد أيضا على أن القاهرة تريد استقرارا في منطقة القرن الإفريقي، أن القاهرة تريد استقرارا في قارة إفريقيا، أن القاهرة تساهم بعدد كبير من رجال القوات المسلحة والأمن في بعثات حفظ السلام في القارة. ومن ثم فالقاهرة التي لها دور تاريخي في تحرير القارة وتنميتها تريد أن يتصل هذا الدور يتواصل من خلال اتفاقات واضحة، سواء ما يتعلق بسد النهضة أو ما يتعلق بحفظ أمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي. شكرا جزيلا لمراسلنا من القاهرة سمير عمر.